بصوا يا رجاله، تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني بسرعه. ما تستعجلوش يا جدعان، انا عامل في نفسي كده ليه؟ ايوه انا نظفت نفسي وهنظف نفسي تاني، والله انا هنظف نفسي من الزمالك تاني اهو. عايز انظف منك يا زمالك. الفرق يالا ما بيننا وما بينكو ان احنا نضاف في الزمالك، اقسم بالله احنا نضاف في الزمالك، واحنا من غير الزمالك ملناش اي 30 لازمه، علشان حته حسالة زيك يطلع يقول انا هنضف نفسي من الزمالك، ده واجب علينا احنا يالا ان احنا ننضف الزمالك من الاشكال الوسخه اللي زيك، الاشكال الوسخه اللي هم عبيد اللايك والشير. ما تيجي يا اعمل لك لايك وشير وتوطي على رجلي ببوسها، زي ما انت ما بتروح توطي على رجل اي حد وتبوس رجل اي حد عشان يعمل لك لايك وشير. رحت عملتها مع جمهور الزمالك ما لقيتش منه راجل، لان جمهور الزمالك عاقل، جمهور الزمالك عارف كويس، عمره ما يديك اللي انت عايزه، عارف ان انت حساله حاجه اشكال وسخه حرفيا. عملتها مع جمهور الاسماعيلي وبتعملها دلوقتي مع جمهور الاهلي، ولكن الفرق هنا ان جمهور الاهلي عايز الزملكاوي اللي طالع عمال بيغلط في الزمالك عشان يقولوا الحقوا، بصوا الزملكاوي بيقول ايه على الزمالك، بصوا الزمالك بيعمل ايه، وبصوا جمهور الزمالك اتجنن، بصوا جمهور الزمالك حصل له وعمل له. انت اللي زيك ياد اشكال وسخه، اللي زيك ما يتقلعش من الرجلين، اللي زيك كان في نعمه وهو اللي رفضها، اللي زيك كان نضيف بالزمالك، اللي زيك ما يعرفش يعني ايه زمالك. انت لو انت عايز تنظف نفسك من الزمالك بجد، تعال انزل تجمع في زملكاويه وهم ينظفوك من الزمالك، تعال روح اتفرج كده بس على ماتش للزمالك من استاد، والزملكاويه اللي هناك هينظفوك من الزمالك. فكر فكر، مجرد الفكره انك تروح تتمشى حوالين سور نادي الزمالك، واي حد زملكاوي هيقابلك في الشارع هينظفك من تشجيع نادي الزمالك، لان انت حاله وسخه، حاله وسخه عملها اللايك والشير. لما واحد زملكاوي يطلع يهين نفسه ويهين كرامته علشان خاطر واحد يجي يقول له الحقوا، انت كده حققت الكوميديا يا حته عيل يا حساله، عشان تروح تضحك. الناس كلها عارفه كويس جدا الزملكاوي من اللي عامل نفسه زملكاوي، حتى اذا كان اهلاوي، انا بيدخل لي اهلاويه يقولوا الواد ده بيجي يطبل للاهلي علشان خاطر اللايك والشير، والناس تدخل تقول الحق ده الزملكاويه اتجننوا. الزملكاويه انضف منك، والزملكاويه طول عمرهم نضاف وبيتفاخروا بالزمالك، الزمالك لو نزل درجة خمسة هنفضل فخورين بالزمالك، الزمالك لو راح لعب في مراكز الشباب ولا راح لعب في الدورات الرمضانية هنفضل طول عمرنا برضه نضاف الزمالك، وعمر الزمالك ما يبقى الأشكال الوسخة اللي زيه دي بتنتمي له اللي هي شبهك. اسمع يا باشا أنت بهلهلة، أوعى تجيب جوان تاني، الله يخرب بيتك، كل ما تجيب جوان نخسر، تجيب جوان في أفريقيا نخسر، تجيب جول في كاس مصر نخسر، تجيب جول في الدوري نخسر. اغلط في شيكابالا، اغلط، ما هيبقى معايا الموضوع بجانب ده، ما انت غلطت في الزمالك فاغلط في شيكابالا عشان الناس تطلع تشير وتعمل اللايك الجميل والكومنت وتقول الحقوا، ده جمهور نادي الزمالك بيغلط في شيكابالا وبيقول المنحوس، اطلع اركب ترندات ناس مش بتاعتنا. شيكابالا بالنسبه لنا مش منحوس، شيكابالا بالنسبه لنا هو الراجل اللي بيبقى موجود في قلب الملعب دلوقتي، الراجل اللي بينزل بيغير نتيجه الماتش ويعدلها، ولكن اشباه الرجال اللي بيفضلوا قاعدين في الملعب هم اللي بيودوا النتيجه للأسوأ. شيكابالا ينزل يلعب 20 دقيقه او 30 دقيقه ويجيب الجول ويطلع الشوط الثاني، ولكن اشباه الرجال زي ما قلنا هم اللي برجليهم بيودوا النتيجه للأسوأ. فاذا كان عندي حد نحس فهي اللعيبه اشباه الرجال، انما شيكابالا اللي كان بيفضل ينحت في الصخر لوحده وفضل مقعد جمهور نادي الزمالك حوالين نادي الزمالك، ارجع انا اقول لعب على شيكابالا لاعب نحس وياض يا شيكابالا، ياض يا شيكابالا، انت ياض اقسم بالله ما تيجي حته نجيله بتيجي في جزمه شيكابالا وهو بيلعب عشان خاطر حته عيل حساله زيك، حته عيل خسيس يطلع يقول على شيكابالا كده. شيكابالا اللي هو بالنسبه لجمهور نادي الزمالك رمز، لو هو ما جابش بطولات، لو هو ما عملش، لو هو ما سواش، فهو رمز لجمهور نادي الزمالك ورمز للاعب المخلص لنادي الزمالك. مش واحد زيك انت اللي يطلع يقول كده على شيكابالا، ولا واحد زيك انت اللي يطلع يقول كده على الزمالك. الزمالك كبير بجمهوره، والزمالك عمره ما يبقى جمهوره فيه الاشكال الوسخه اللي احنا بنشوفها دي، وعمر ما الاشكال الوسخه دي ما هتعرف تنتمي لنادي الزمالك. انت افضل كده يالا زي ما انت، انا عيل خسيس بتاع لايك وشير، اطلع اعمل ان انت مجنون، اطلع اعمل ان انت عبيط، اعمل ان انت مره، ولكن عمرك ما هتعرف تطلع تعمل ان انت فرد من جمهور نادي الزمالك. كده انا رسالتي وصلت، والفتره الجايه يالا طول ما انت هتفضل تتكلم بالوحش على نادي الزمالك انا هجيبك احطك تحت رجلي.